بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول من الجزء الأول من كتاب الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين، خيالات الطفولة. ملخص الأحداث: يتحدث الكاتب عن أول ما علق في ذهنه من ذكريات الطفولة، فيقول: إن أول يوم يتذكره ملامحه مجهولة، لا يتأكد من تحديد وقته، ولكنه يرجح أنه كان في فجر ذلك اليوم أو في عشائه، ويستدل على ذلك بأن هواءه كان باردا ونوره كان هادئا خفيفا، وبأن حركة الناس فيه قليلة. كما يتذكر الصبي أسوار القصب التي لم يكن يقدر أن يتخطاها، وكان يحسد الأرانب التي كانت تقدر على ذلك في سهولة. كان الصبي يحب الخروج عندما تغرب الشمس ليسمع صوت الشاعر بأناشيده العذبة الجميلة وأخباره الغريبة، ويتحسر عندما تأتي أخته لتدخله إلى الدار لتضع له أمه سائلا في عينيه يؤذيه، ولكنه يتحمل الألم ولا يشكو ولا يبكي. كان الطفل يتخيل حجرته مليئة بالعفاريت التي ترغب في أن تؤذيه، ولذلك كان يغطي وجهه. ويستيقظ الطفل من نومه المضطرب على أصوات النساء يعدن وقد ملأن جرارهن من القناة، وهن يتغنين الله يليل الله، فيعرف أن الفجر قد بزغ، فتعود الضوضاء إلى المنزل، ويصبح هو عفريتا أشد حركة ونشاطا مع إخوته. ملخص الأحداث على هيئة سؤال وجواب: السؤال الأول: ما اليوم الذي لا يتذكره طه بدقة؟ الإجابة: هو أول يوم له خارج البيت انطبع في ذاكرته من ذكريات الطفولة والحياة. السؤال الثاني: متى كان يخرج الصبي طه من بيته، وما الأدلة التي ساقها ليرجح بها ظنه؟ الإجابة: وقت خروج الصبي من بيته على أكبر ظنه كان فجرا أو عشاء، وسبب الترجيح أنه يذكر أن وجهه تلقى في ذلك الوقت هواء فيه شيء من البرد الخفيف، ويكاد يذكر أيضا أنه تلقى حين خرج من البيت نورا هادئا خفيفا لطيفا، كأن الظلمة تغشى بعض حواشيه، ثم يرجح ذلك لأنه يكاد يذكر أنه حين تلقى هذا الهواء وهذا الضياء لم يأنس من حوله حركة يقظة قوية، وإنما آنس حركة مستيقظة من نوم أو مقبلة عليه. اللغويات: يرجح أي يؤيد، لطيفا أي رقيقا، وجمعها لطاف ولطفاء، تغشى أي تغطي، حواشيه أي جوانبه وأطرافه مفردها حاشية، يأنس أي يحس ويرتاح ومضادها يستوحش، مقبلة أي مقدمة ومضادها مدبرة. السؤال الثالث: ما الذي كان يتذكره الصبي بقوة في طفولته؟ الإجابة: إذا كان قد بقي له من هذا الوقت ذكرى واضحة بينة لا سبيل إلى الشك فيها، فإنما هي ذكرى هذا السياج الذي يقوم أمامه من القصب، والذي لم يكن بينه وبين باب الدار إلا خطوات قصار. كما كان يتذكر جيدا الأرانب التي كانت تخرج من الدار وتتخطى السياج بسهولة يحسدها عليها. اللغويات: بينة أي واضحة، السياج ما يحيط بالشيء من خشب أو حديد أو شجر أو بناء، وهو السور، جمعها أسياج وأسوجة وسوج مادتها سيجة. القصب نبات ذو كعوب كانت تتخذ منه الأقلام وينبت على شواطئ الترع. السؤال الرابع: ما صفات سياج الدار كما ذكرها الكاتب؟ الإجابة: وصف الكاتب السياج بأنه كان من القصب، وكان أطول من قامته، فكان من العسير عليه أن يتخطاه،
ويذكر أن قصب هذا السياج كان مقتربا كأنما كان متلاصقا فلم يستطع أن ينسل في ثناياه، ويذكر أن هذا السياج كان يمتد عن شمال البيت بلا نهاية وعن يمين البيت وينتهي بقناة عرفها حين تقدمت به السن. اللغويات: ينسل أي يخرج منه خفية وينفذ، ثناياه أي داخله ومنعطفاته مفردها سنية. السؤال الخامس: لماذا كان الصبي يحسد الأرانب؟ الإجابة: لأنها كانت تتخطى السياج وسبا من فوقه أو انسيابا بين قصبه إلى حيث تقرض ما كان وراءه من نبت أخضر يذكر منه الكرنب خاصة. اللغويات: وسبا أي قفزا، انسيابا أي دخولا في هدوء، تقرض أي تقطع. السؤال السادس: في أي وقت كان الصبي يفضل الخروج من الدار؟ الإجابة: كان الصبي يحب الخروج من الدار إذا غربت الشمس وتعشى الناس، فيعتمد على قصب السياج مفكرا مغرقا في التفكير. يعتمد أي يستند، ومغرقا أي متعمقا. السؤال السابع: ما الذي كان يشد انتباه الصبي عند خروجه من الدار ويجعله مستمتعا؟ الإجابة: الذي كان يشد انتباه الصبي صوت الشاعر الذي كان ينشد الناس في نغمة عذبة أخبار أبي زيد وخليفة ودياب، والناس حوله مستمتعون في صمت إلا حين يستخفهم الطرب أو تستفزهم الشهوة فيستعيدون ويتمارون ويختصمون، ويسكت الشاعر حتى يفرغوا من لغطهم بعد وقت قصير أو طويل ثم يستأنف إنشاده العزب. اللغويات: الشاعر المراد به رجل حسن الصوت يحفظ كثيرا من القصص الشعبية ويرددها في نغمة جميلة تصاحبه ربابته. أبي زيد وخليفة ودياب شخصيات ثلاث لها مواقف بطولية خيالية اتخذها أهل الريف مجالا للتسلية. يستخفهم أي يهزهم ويثيرهم، تستفزهم أي تفزعهم وتثيرهم، الشهوة أي الرغبة، يتمارون أي يتناظرون ويتجادلون، لغطهم أي ضجتهم وجلبتهم جمعها الغاط، يستأنف أي يبدأ ويواصل. السؤال الثامن: يذكر الطفل أنه كان لا يخرج إلى موقفه من السياج إلا وفي قلبه حسرة لاذعة، فما سبب تلك الحسرة؟ الإجابة: سبب تلك الحسرة اللاذعة أنه كان يعلم أنه سيقطع عليه استمتاعه لنشيد الشاعر لأن أخته سوف تأخذه عنوة وتحمله بين ذراعيها كالثمامة وتضع رأسه على فخذ أمه التي تضع في عينيه سائلا يؤذيه ولا يفيده، فكان يتألم ولا يشكو. اللغويات: الحسرة أي شدة التلهف وشدة الحزن، لاذعة أي مرة ومؤلمة، الثمامة نبت ضعيف يشبه الخوص جمعها ثمام ويضرب به المثل في خفة وزنه. السؤال التاسع: كانت أخت الصبي تقطع عليه استماعه إلى الشاعر فلماذا؟ الإجابة: لينام مبكرا. السؤال العاشر: صف ما كان يحدث للصبي عند عودته من السياج وما رأيك في ذلك؟ الإجابة: كانت أخته تنيمه على الأرض وتضع رأسه على فخذ أمه ثم تعمد هذه إلى عينيه المظلمتين فتفتحهما واحدة بعد الأخرى وتقطر فيهما سائلا يؤذيه ولا يجدي عليه خيرا، وهو يألم ولكنه لا يشكو ولا يبكي لأنه كان يكره أن يكون كأخته الصغيرة بكاء شكاء،
وأرى أن هذا التصرف يدل على الجهل الذي كان منتشرا في تلك الآونة، وعلى الخرافات التي أضرت بالكثير وقضت على الكثير. اللغويات: تعمد أي تقصد، يجدي أي ينفع ويفيد مادتها جدوى، بكاء شكاء صيغتي مبالغة بمعنى كثير البكاء وكثير الشكوى. السؤال 11: لماذا كان الصبي لا يشكو ولا يبكي مع أنه يتألم من السائل الذي يوضع في عينيه؟ الإجابة: لأنه كان يكره أن يكون كأخته الصغيرة بكاء شكاء. السؤال 12: علل، كان الفتى لا يستطيع النوم بسهولة. الإجابة: بسبب خوفه من الأشباح والعفاريت التي كان يتخيلها وكانت تؤرقه كثيرا. السؤال 13: لماذا كان الصبي يكره أن ينام مكشوف الوجه؟ الإجابة: لقد كان الصبي يكره أن ينام مكشوف الوجه خوفا من أن يعبس به عفريت من العفاريت الكثيرة التي كانت تعمر أقطار البيت وتملأ أرجاءه ونواحيه كما كان يظن. اللغويات: تعمر أقطار البيت أي تملأ نواحيه، أرجاءه أي جوانبه، ومفردها رجاء. السؤال 14: ما المخاوف التي كانت تحدق بالطفل ليلا؟ الإجابة: تتمثل المخاوف التي كانت تحيط بالطفل فيما يلي: ظنه أن العفاريت تعمر أقطار البيت وتملأ أرجاءه ونواحيه، ظنه أن أصوات الديكة إنما هي أصوات عفاريت، ظنه أن الأصوات المنبعثة من زوايا الحجرة أصوات عفاريت يمثل بعضها أزيز المرجل يغلي على النار، والبعض الآخر يمثل حركة متاع خفيف ينقل من مكان إلى مكان، ويمثل بعضها خشبا ينقسم أو عودا ينحطم. وكان يخاف أشد الخوف أشخاصا يتمثلها قد وقفت على باب الحجرة فسدته سدا، وأخذت تأتي بحركات أشبه بحركات المتصوفة في حلقات الذكر. اللغويات: المرجل أي القدر، وأزيزه أي صوته، جمع مرجل مراجل، ينقسم أي يتحطم وينكسر. المتصوفة هم جماعة متدينة تقيم حلقات يذكرون الله فيها تسمى حلقات الذكر. السؤال 15: ما السبيل الذي اتخذه الصبي للخلاص من مخاوفه التي تحيط به ليلا؟ الإجابة: السبيل أن يلتف في لحافه من الرأس إلى القدم دون أن يدع بينه وبين الهواء منفذا أو ثغرة. يدع أي يترك، ثغرة أي فرجة ومنفذ وجمعها ثغرات. السؤال 16: كيف كان الطفل يستدل على بزوغ الفجر؟ الإجابة: كان الطفل يستدل على بزوغ الفجر حين يسمع أصوات النساء يعودن إلى بيوتهن وقد ملأن جرارهن من القناة، وهن يتغنين الله يا ليل الله. جرارهن مفردها جرة، وهي الوعاء من الفخار. السؤال 17: ماذا كان يفعل الصبي عندما يعرف ببزوغ الفجر؟ الإجابة: ما إن يعرف الصبي أن الفجر قد بزغ وأن قد هبطت العفاريت إلى مستقرها من الأرض السفلى حتى يستحيل هو عفريتا، ويتحدث إلى نفسه بصوت عال ويتغنى بما حفظ من نشيد الشاعر، ويغمز من حوله من إخوته وأخواته حتى يوقظهم واحدا واحدا، فإذا تم له ذلك فهناك الصياح والغناء وهناك الضغيج والعجيج. اللغويات: بزغ أي ظهر، استحال أي تحول وصار وتغير، الضغيج والعجيج أي الصياح ورفع الصوت.
السؤال 18: متى تخفض أصوات الصبية وتهدأ حركتهم؟ الإجابة: نهوض الشيخ والد الصبي من سريره ودعاؤه بالإبريق ليتوضأ هو ما كان يضع حدا لضوضاء الصبية وحركتهم. اللغويات: تخفض أي تسكن وتضعف وتهدأ، دعاؤه أي نداؤه والمراد طلبه، الإبريق إناء له أذن وخرطوم ينصب منه الماء وجمعها أباريق. السؤال 19: ما أثر يقظة الشيخ والد الصبي من نومه على الأسرة كلها؟ الإجابة: تنتهي الضوضاء ويختفي الضجيج والصياح والغناء وتهدأ الحركة حتى يتوضأ الشيخ ويصلي ويقرأ ورده ويشرب قهوته ويمضي إلى عمله، فإذا أغلق الباب من دونه نهضت الجماعة كلها من الفراش وانسابت في البيت صائحة لاعبة حتى تختلط بما في البيت من طير وماشية. اللغويات: ورده أي الجزء من القرآن أو الذكر يتلوه المسلم عقب كل صلاة وجمعها أوراد، الفراش ما يفرش من متاع البيت جمعها فرش، انسابت أي جالت وتحركت ومضادها هدأت وسكنت. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، كانت معكم دعاء الجندي متمنية لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.